عن شهادة القديس بطرس الرسول عن أن المسيح هو ابن الله. قعد كتير معلمنا بطرس الرسول مع المسيح وشافه هو بيعلم وهو معاه على طرف السفينة، وطلع معاه على جبل التجلي وعين العظمة بتاعت ربنا يسوع المسيح في شفاء المرضى وإخراج الشياطين، وفي الآخر أعلن له الروح أن يسوع المسيح هو ابن الله. ولا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. عشان كده كل إنسان نال نعمة المعمودية ما عندوش مشكلة أن هو يقول أن المسيح هو ابن الله، ولكن يرى الآخرين صعوبة شديدة بالغة جدا رغم كل المعجزات وكل الآيات اللي ممكن يشوفوها، ورغم شهادة الإيمان اللي شهد بها كثيرين، إلا أنهم مش بيقدروا يوصلوا إلى هذا الإيمان بسهولة. ودايما يقولوا كده أن الإنسان اللي مولود هو غني أو مولود في بقه معلقة ذهب مش بيحس بالإيه؟ بالمولود وهو محروم. فإحنا معانا نعمة كبيرة، هي نعمة عمل الروح القدس في قلوبنا، لأن المسيح قال لنا كده يكون معكم ماكس معكم ويكون فيكم. لو مشيت مع المسيح تبص تلاقي إيمانك بيزداد. كل ما تمشي مع ربنا أكتر بتختبر حياة الخبرات الروحية اللي بتخزنها بتكون أوفر، وبيكون بعد كده إيمانك بيه أعلى، وتلاقي نفسك حتى وإن قابلتك مصاعب أو شدائد أو ضيقات أو اضطهادات تلاقي إيمانك من جواك بيصرخ وبيشهد ليك إن أنت ابن للمسيح، وإن المسيح هو ضابط الكل وهو اللي بيرعاك. لكن إمتى بيضعف الإيمان وإمتى الواحد يشك؟ أول شك دخل للبشرية كلها دخل عن طريق حواء، أما وقفت لوحدها بعيد عن حضرة ربنا وبعيد عن جوزها، وقفت تتكلم مع الحق، فابتدى يقول لها الشيطان اللي دخل في الحية ويقول لها الحق قال لكم الله إن لا تأكل من كل شجر الجنة، وكان قال الكلام كذب ومغلطة، لأن الله أما حرم آدم من أكل معرفة شجرة الخير، معرفة الخير والشر فقط، لكن قال له من جميع شجر الجنة تأكل. وما ابتدت حواء تاخد وتدي مع الحية دخل الشك قلبها. وفي مجالات كتيرة ممكن يخش الشك لقلب الإنسان، لدرجة ان هو رغم ان بطرس الرسول عرف المسيح وقرب منه ومشي معاه لفترة كبيرة، بس قبل سكن الروح القدس فيه حصل ان المسيح جالهم في مرة كانوا معذبين في الامواج وهم في عرض البحر في بحيرة جنيسارت، وبعدين جالهم المسيح ماشيا في الهزيع الرابع من الليل وهم عمالين يصرخوا، بس لما شافوه صرخوا اكتر لانه ظنوا انه خيال. فالمسيح قال لهم انا هو لا تخافوا. رد بطرس وقال له بجرأته الشجيعه، يعني قال له ان كنت انت هو فامرني ان اتي اليك. فقال له تعالى بطرس. طلع بطرس ومشي على الميه، ولكن لما ابتدت عينه تخلي باله ان دي ميه وازاي انا ماشي عليها، ابتدى يحصل له ايه؟ يغرق. وعشان كده المسيح مسك بايده اما صرخ بطرس وقال يا رب نجني، فقال له يا قليل الإيمان لماذا إيه شككت. يبقى الواحد ممكن يغرق في الهموم وفي الشهوات وفي الضيقات وفي كل اللذات الأرضية، لما الواحد يفقد الإيمان اللي سنده ومخليه يمشي على مية هذا العالم. وما الواحد يكون عايش مع ربنا ومتمسك بيه وفرحان بيه ومتلذذ بالعشرة معاه، حتى وإن قابلته أي مشاكل أو أي متاعب تبص تلاقيه لا متعزي وفرحان بربنا، واثق إن ربنا هيحل المشكلة. وزي ما قال له كده ثقي يا حبيبتي إن الشمس خلف الغيمة، يحس إن دايما إن دي جاية غيمة صيف وإن شاء الله هتعدي. إمتى بيخش لينا الشك؟ الشك بيخش للإنسان عن طريق حاجات كتيرة جدا. نحاول
نقول بعضها عشان نخلي بالنا منه. الشك ممكن يجي عن طريق فكرة أو تعليم خاطئ، يعني ممكن يكون فكرة في الدراسة أو تعليم خاطئ، تبص تلاقي الواحد ممكن يدخل لقلبه الشك، إزاي ربنا ده ماسك الكون كله؟ إزاي الكون ده كله كفة في حب القدير أو حبة في كف القدير؟ تبص تلاقي ساعات الواحد مش قادر يتخيل، لأن عايز يحط ربنا تحت قدراته هو العقلية ويفكر إزاي ربنا يكون موجود. أحيانا تكون وساوس بتيجي للإنسان، وممكن ناس كتيرة تيجي تقول ده وأنا بصلي وبقف أصلي ممكن بحس إن تيجي شتايم في لساني على ربنا، وتبص تلاقي إن بعض الشكوك والوساوس دي اللي بتيجي بتكون مستحوذة تخلي الإنسان مش قادر إن هو يبعدها عن راسه، وده كلها بتكون من عمل وحية للشيطان. عشان كده بنقول للي بيحصل له الموضوع ده استمر في صلاتك وخلي بالك، اكن واحد بيشتم في الشارع، لو انت بتصلي كمل صلاتك لاخرها وما توقفش عشان حاجة. ساعات كمان اثناء الصلاة زي القديسين اما كانوا بيصلوا فترات كبيرة، بس ساعات اما تتأخر استجابة الصلاة ممكن يخش الشيطان ويقول لك طب هو فين ربنا اللي انت بتناديه؟ فين ربنا اللي انت مستنيه؟ فين تدخله؟ مش قال ادعوك او ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني؟ طب ما انت بتدعوه اهو، ليه ما دخلش وانقذك؟ ويحاول يصور ليك سيناريو او يحاول يصور ليك فكرة كده ان لربنا لو كان بيحبك، وده نقطة شك تانية، لو كان بيحبك كان عمل لك كيت وكيت وكان وسعها عليك وكان خلى البنت تتجوز وكان، ويقعد يجيب لك حاجات كتيرة جدا يخليك ان انت بتشك في قدرة ربنا على العمل، وبيجي هذا الفكر حتى للقديسين. خلوا بالكم، إلي النبي فمرة رفع عينه كده وقال له لا تكن لا طل ولا مطر من السماء حتى قولي، وقعد 3 سنين و6 أشهر لحد ما الأرض كلها عانت من الجفاف، ومن ما قال الكلمة مجرد الكلمة اللي قالها حصلت في نفس الوقت إن الجفاف تم وما بقاش فيه لا طل ولا مطر. ولكن ساعة ما ابتدى يصلي عشان ترجع المطر، صلى أول مرة وبعدين طلع تلميذه ما لقاش حاجة، صلى تاني مرة وتالت مرة لحد 7 مرات لقى غيمة صغيرة كده في حجم كف الإيد. ولكن عشان إيمانه ومثابرته وصلاته وحكمته سمع ساعتها، راح قال لكل الناس، قال لهم خلاص هتغرقوا من المية اللي نازلة، مع ان الغيمة قد كف الايد، ومع انه صلى 7 صلوات، وده ايليا نبي جبار زي ما تقال كده طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. فيبقى ممكن ربنا يتأخر في الاستجابة حتى على القديسين. وقف القديس بولس الرسول لان كان اعطي شوكة في الجسد، كان حصل له زي رمض صديدي، كان بينزل صديد من عينيه، وكان بيطلب من ربنا بيقول طلبت من الله 3 مرات ان يرفع هذه التجربة عني، ولكن يقول له كده تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه تكمن. فيطلب من ربنا بس في الاخر بيقول له لتكن لا كمشيئتي بل ايه كمشيئتك. فالقديسين عارفين ان ربنا حتى لو ما اداناش الحاجة اللي احنا بنطلبها يبقى يعطينا الاوفر منها والاحسن منها، لكن يجي الشيطان دايما في تأخر البطنة ويجي يعط. حتى في البطنة وفي صلواتنا لو اتأخرت يجي الشيطان ويقف جنبنا على طول يقول شوفوا لو كان بيحبكم، لو كان في ربنا، لو كان في قديسين، فين شفاعتهم، فين قوتهم، فين مقدرتهم، وخصوصا لما تيجي الضاقات والتجارب اللي بتطول. ساعات كمان لما الواحد يبص يلاقي ان الاشرار اللي حوالينا كحين، تبص تلاقي الشك يخش قلبه، وبعدين يقول له يا رب لماذا تنجح طريق الاشرار؟ ده مين اللي بيقول له كده؟ ارميا النبي يقف يقول له يا رب لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا.
انت يا رب سايب الاشرار بينجحوا ليه؟ ويجي واحد تاني يكون مش مطمن برضه في صلاته ويقعد يبص لربنا كده زي داود النبي يقول له طب الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ حتى متى تصرف وجعك عني؟ ويحس ان ربنا برضه مش سامعه. يبقى الحرب بتاعت الشك دي مش بس بتيجي للابرار والقديسين ولا للانبياء، ده بتيجي لكل الناس. وعشان كده الاشطر اللي هو بيقعد مع ربنا اكتر ويختبر ومعرفته بالكتاب المقدس تخليه يعرف ان مش كل حاجه بيطلبها حتى القديسين ربنا بيعطيها، ممكن ربنا هل ولكن يعطي احسن منه. ممكن تيجي لدرجه انها توصل لافكار ياس، كلنا بنصوم صوم يونان اللي هيبتدي يوم الاثنين اللي جاي، وممكن تيجي الافكار ياس حتى جت ليونان النبي لدرجة انه رفع صوته وقال لربنا كده موتي خير من حياتي. يعني يجي اليأس يبقى شديد جدا حتى على الانبياء ويحس كده ان من كتر اليأس ان موته خير من حياته. وممكن يجي الشك في الناس اللي حواليك، يقول كده داود النبي انا قلت في حيرتي ان كل الناس كاذبون، يعني الناس كلها بتكذب عليا. يعني ممكن الشك ده يخش في قلب الانسان يخليه يشك في الناس اللي حواليه، والراجل يشك في مراته والزوجة تشك في زوجها ويشك في اولادهم، وتبص تلاقي يشك في محبة العيلة ليهم، وهذه الشكوك تفضل تستمر وتزيد. وممكن واحد يشك حتى في نفسه. اما جات الدعوة الارمية النبي وقال له كده، قال له اذهب وتكلم معاهم، تكلم ولا تخف، قال له أن لا أقدر أن أتكلم ولا أعرف أن أتكلم لأني أنا ولد. الواحد يحس أنه هو صغير على المسؤولية اللي مختارها له ربنا. يخش الشك في الإنسان من الحوارات غير ناضجة، يعني واحد ما يكونش متأسس روحيا ومش عارف ايه هو الثالوث القدوس، او مش عارف ايه هو طبيعة الله وجوهره، او مش عارف ايه هي شفاعة القديسين، ويخش مع إنسان بعيد عن الإيمان ويبتدي يشككه حتى في اعتقاداته اللي تعود عليها. ممكن يجي نتيجة العلم، لان في بعض العلم يقول لك العلم الكاذب المعرفي ما فيهوش حقيقه، وتبص تلاقي ان الحاجات كتيره في العلوم اللي كنا ممكن نكون بناخدها واحنا صغيرين النهارده ابتدى يتقال عكسها. ونتيجه توفر التكنولوجيا العاليه النهارده بقت المعارف واسعه جدا، فممكن واحد نتيجه العلم الزائد يقول لك كده العلم ينفخ، واما القلب يتكبر يبعد عن ربنا. فممكن الواحد نتيجة العلم الزائد اللي هو بدون خبرة روحية يخلي الإنسان يتشكك في الله. أحيانا كمان زي ما بيجي عن طريق الكبرياء يجي عن طريق صغر النفس. تبص للإنسان اللي تلاقي نفسه صغيرة فيه ويحس يقول له هو ممكن ربنا لو سمع للناس كلها يسمع لي أنا؟ ده أنا إنسان خاطي، ده أنا لسه بقع في خطايا كتير، هو ممكن ربنا يسمعني؟ ده لو سمع للناس كلها مش ممكن يسمع لنا. ونتيجة صغر نفسه يتشكك في عطايا الله لي، ويتشكك في محبة الله لي، ويتشكك في الفداء والخلاص. وكل ده بيودي الإنسان للكآبة، وبيخلي الإنسان دايما زي الطيارات اللي بتحصل دلوقتي بسبب الخطايا الكثيرة، يقول لك كده لم يستحسنوا أن يبقوا معرفة الله في أذهانهم، ولذلك أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. في بعض الناس نتيجة إن هي ماشية في الشرور والخطايا، يجي واحد ممكن يقول أنا ما بقيتش أؤمن بربنا، وبعدين لما نقعد معاه ونتكلم معاه يكون عشان واقع في خطية شهوة، أو مستحوذة عليه عادة، أو بتجيله أفكار نجاسة، أو مش قادر يمشي في طريق ربنا، مش قادر يمشي في طهارة ونقاوة، فتبص تلاقي أفكار الإلحاد تبتدي تجيله، ولكن ما بيكونش بسبب عدم اقتناعه بوجود ربنا، ولكن بسبب كثرة الشهوات والنجاسات اللي عايش فيها. وعشان كده علاج الموضوع ده كله ان الواحد يكتر علاقته بربنا، لان اول حاجة زي ما اتعلمها يوسف الصديق ان هو يهرب،
اول حاجة هرب من الخطية. ما تقعدش تتناقش في حال ان انت حاسس ان انت ضعيف منها او ان انت مش قادر ان انت تواجهها. اهرب لحياتك ولا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل الدائرة. كمان كل فكر يجي للانسان اما بيعلنه الاب اعترافه بيقدر ان هو يقيمه له ويقدر ان هو يقومه له. من كثرة القراءة السليمة مش بس القراءة، لان في بعض المعارف ممكن الواحد يقرأ كتاب يلخبط له دماغه ويلخبط له معلوماته ويلخبط له قلبه. فهنا القراءة السليمة تخلي الواحد بيعرف ربنا اكتر. كل ما كان عرفت ما كنت بتعرف ربنا اكتر وبتقرب منه اكتر يتملي قلبك من التواضع. وبعدين يقول كده الكتاب المقدس اما المتواضعون فيعطيهم نعمة. تلاقي نعمة ربنا سكنت في قلبك وخلتك ابتديت تبقى الافكار دي ملهاش قوة تأثير والحرب عليك فيها بقى ضعيف. وبقيت ان انت تقدر بمجرد ان انت تقول يا رب يسوع عيني يا رب يسوع ارحمني، تبص تلاقي الافكار تبعد عنك وتهرب منك. كمان التلمذة على الكتاب المقدس، اللي بيقعد وبيقرأ في الكتاب المقدس كتير كل شوية بيكتشف اعماق في هذا الكتاب، وبيقدر ان هو يعرف وبيقدر ان هو يقرب من المعرفة الحقيقية. لان ربنا يسوع المسيح كده قال لنا فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة وهي تشهد لي. فاكتر شهادة بتيجي لربنا يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس. وعشان كده بتقول لنا الكنيسة دايما كده طوبى لعيونكم لانها تبصر ما تبصرون ولاذانكم لانها تسمع. فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسة. اما الواحد يعمل بكلام ربنا المقدس ويعيش في حياة طهارة ونقاوة، تبص تلاقي هذه الافكار ما يكونش ليها قيمة ولا مكانة ولا ليها تأثير على حياة الواحد. التوبة المستمرة والتواضع يخلي دايما الانسان محاط بالقديسين. وعشان كده بنقول له احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان. دايما الشيطان بيحاول يشككك يا اما في ربنا يا اما في كلمة ربنا. واللي فيكم درس الكتاب المقدس هيعرف ان كان في استحالة لتحريف الكتاب المقدس. لكن لما يجي واحد يقول لك الكتاب اللي في ايدك ده محرف وانت مش عارف، هترد عليه ازاي؟ اذا كان في نسخ كتيرة جدا في العالم ومخطوطات من القرن الثاني والثالث الميلادي، يعني قبل دخول اي ديانات اخرى. فيبقى امتى الانجيل اتحرف؟ قبل الديانات الاخرى ولا بعد الديانات الاخرى؟ والعهد القديم امتى يكون اتحرف؟ اذا كان كانوا بيكتبوا على انفسهم حاجات كتيرة صعبة جدا، لدرجة ان داود النبي كتب ان هو سقط، وموسى النبي اللي هم بيحبوه جدا كتبوا ان هو قتل المصري وقع في خطايا كتير. يبقى هنا اما يكون موسى اللي هم بيفتخروا بيه يكتبوا بعض العيوب اللي كانت فيه، يبقى معنى كده ان هم مش ممكن يكونوا يحرفوه. وكان اهتمام الاباء القديسين في نسخ الكتاب المقدس ده بيديلهم قوة وبيديلهم معتيرة جدا اما كانوا يعيشوا فيها واما كانوا يتمسكوا بيها كانوا يغلبوا كل حيل الشيطان. ربنا يدلنا ان احنا نكون ثابتين في الايمان اللي نثبت فيه بالتوبة وبالتواضع وبالمعرفة المستقيمة والتلمذة على الكتاب المقدس، فتروح كل الشكوك من قلوبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى